مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، كيم جونغ أون يعلن أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من اليوم، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية لأنها استكملت التسلح النووي. وتعليقا على ذلك، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة ببيان زعيم كوريا الشمالية قائلا في تغريدة على تويتر إن هذا يعتبر نبأ جيدا جدا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير، وأنه يتطلع إلى القمة التي ستجمعه مع أون. كما رحبت الصين أيضا بهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيساعد على تخفيف حدة التوتر ونزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية. في أخبارنا المنوعة، العثور على منسق الموسيقى والأسوانات السويدي أفيتشي المعروف بموسيقاه الإلكترونية والبالغ من العمر 28 عاما ميتا الجمعة في مسقط عاصمة سلطنة عمان. دراسة أمريكية حديثة تتوصل إلى أن أقراص الحديد التي تتناولها ملايين النساء تهدد صحتهن بالخطر، إذ أنها قد تسبب سرطان الأمعاء.